وختاما خلنا نشوف حنان الإمام الصادق على شيعته ومحبيه. مولاي الكريم بشار المكاري أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ذكر العلامة المجلسي وذكر غيره أيضا، يقول إجيت إلى الإمام الصادق عليه السلام، تبين الإمام مقدمين إلى هدية رطب، جايبين إلى الإمام الصادق عليه السلام رطب، وقاعد الإمام يأكل. فبشار المكاري هو ينقل، يقول أنا جاي زاير الإمام، سلمت عليه الإمام سلم، قال أصب يا بشار، متعلم كل ويانا. قال سيدي ما يلخل بألف عافية، أنا ما يلخل. قال ليش، إيش دعوة، ليش ما تريد تأكل؟ قال والله شايف موقف، والموقف غاثني وما إلي خلق أكل، فأنت أكل سيدي بألف عافية. قال إذا أمرتك فأجب، من أقول لك تعال أكل يعني تعال أكل، أحب أنه تأكل وياي، يعجبني تأكل وياي، تعال. يقول أنا امتثلت، قعدت ويا الإمام صرت أكل، ورا ما أكلنا الإمام قال هاتي حديثك، إيش عندك، شو مضيق خلقك، شو غاثنا؟ قال له والله سيدي اليوم أنا طالع إلى السوق ومريت وشفت منظر، والمنظر آذاني يعني جدا منظر مؤلم. قال له خير شفت؟ قال له رأيت امرأة من شيعتكم تمشي في الطريق فعثرت قدمها، هي بعد موالية حبها للزهرة، قالت الكلمة هذه، قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة. تبين أكو جلواز، جلواز يعني واحد من أعوان الظلمة، هذول واقفين فقط يترصدون على المؤمنين ويرفعون تقارير. شاف المرأة وهي عثرت هذه الشيعية وسمع كلمتها لعن الله ظالميك يا فاطمة، فأوجعها بالصوت ضربا وقادها إلى السجن، ماخذنها إلى الحاكم، يعني اللي يريد لبسها تهمة. فيقول أنا شفت المنظر، شفتها شلون وهي تستغيث بالله وبرسوله، لا نقدر نسوي شيء ومنظرها مؤذي. الإمام سلام الله عليه أبو الحنان أبو الرحمة سمع المنظر، شي يصير هكذا ورد. يقول فبكى الإمام حتى بللت دموعه لحيته وثيابه ومنديله، يعني دموع الإمام مو بس نزلت، لا غرقت لحيته الشريف.